مساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين ومشتركين في قناه عالم الاجهزه الكهربائيه. والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد وريفيو جديد، والفيديو بتاع النهارده جايبين لكم تلات انواع مكانس او تلات برندات، والتلاتة افضل من بعض. عندنا موديلين من ال جي، وموديلين من توشيبا، وموديل من هوفر. هنتكلم عن اهم مميزاتهم ومواصفاتهم وامكانياتها واسعارهم بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس خلينا الاول نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناه باشتراك او تعليق او لايك، وبقول للناس اللي لسه اول مره تشوف فيديو النهارده انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. ويا جماعه اللايكات بتفرق معانا، وحابب اشكر كل الناس الجديده اللي انضمت في القناه، بقول لهم شرفتونا ونورتونا. يلا ندخل نشوف الفيديو بتاعنا. هنبدا بالمكنستين ال جي، المكنستين موديل واحد بس لون اسود في احمر ولون ازرق في اسود. المكنسه دي بدون كيس يا جماعه، سعه الغبار بتاعها او سعه كيس الاتربه او علبه الاتربه، لان دي بدون كيس، 1.3 لتر. قوه شفطها طويل المدى 2000 واط، سهل التحكم، حجمها صغير. عندنا بيكون ليها زرار للكابل، الكابل السلك بتاعها بيكون 5 لتر، 5 متر اسف. عندنا 2 عجلة خلفية لسهولة التحرك. عندنا في فلتر من الخلف لمنع الاتربة ان هي تدخل على الموتور، سهل الفك، سهل التنظيف. عندنا المكنسة ديت الفينش بتاعها او التقفيل بتاعها 10/10. عندنا ليها زرار الباور اوف اون، ولكن ملهاش مفتاح سرعات. سعر المكنسة ده عامل 2490 جنيه يا جماعة، تمام. ده بالنسبة للمكنسة اللي هي ال LG. قوة الشفط بتاعتها عالية جدا بدون كيس، كمان بتساعد على امتصاص الغبار بشكل مثالي. هنشوف طريقة تركيب الخرطوم، هنشوف طريقة فك وتنظيف علبة الأتربة بتاعتها بشكل سهل وبسيط جدا. ده شكل المكنسة كله، شكله تحفة، سهلة التخزين. ده مكان الخرطوم، تمام. عندنا دي لوحة البيانات او بطاقة البيانات بتاعتها، بتقول لك الاستهلاك الشهري للموديل ده 67 كيلو وات، تمام. المنشأة بتاعتها والبيانات بتاعتها فيتنامي. المكنسة دي يا جماعة 10/10، قوية جدا بصراحة، الفينش بتاعها محترم، سهلة التخزين، صغيرة. وده اللون الأزرق فاسود، نفس الإمكانيات ونفس الشكل، ولكن اختلاف بس في اللون. ده الشكل الكلي ليها. فيها عجلة من الوسط صغيرة لسهولة الحركة، بتدور المكنسة 360 درجة. هنشوف دلوقتي واحنا مع بعض ازاي نفك او ازاي سهولة فك علبة الاتربة. معلش عشان بس انا بصور والموبايل في ايديا وبشتغل والموبايل في ايديا. عندي انا برفع دي بالشكل ده، اضغط عليها كده بالشكل ده عشان شغال بايد واحدة بس، وارفع العلبة دي بالشكل ده، بتخرج معايا لفوق بالشكل ده، بيكون فيها فلتر من الداخل في الأرضية بالشكل ده. ده بيتنظف باستمرار يا جماعة، وبيكون في فلتر داخل العبوة دي. العبوة دي قلنا 1.3 لتر، تمام. حجمها مش كبير او مش صغير، برضو على حجمها كويس جدا. بتركب بالشكل ده، ضغطة واحدة بالشكل ده لتحت بتركب معانا بسهولة. ده بالنسبة لفك المكنسة وتجميعها برضو بالشكل ده، تمام. دي مكنسة LG 10/10 يا جماعة، اللي محتاجها موجودة في التوكيل ومحتاج وموجودة في اي مكان لو انت محتاج مكنسة LG. اما بالنسبة لمكنسة توشيبا، في 1600 واط وفي منها 2000 واط، وهنعمل ريفيو على الاتنين. بس ده الشكل الانسيابي. المكنسة دي جميلة جدا يا جماعة، دي كبيرة، هنشوف امكانياتها. اما دي اوفر، هنشوف برضو امكانياتها ومواصفاتها. اوفر دي 2000 واط يا جماعة، مستويات متعددة، سهلة التفريغ والتنظيف. العلبة بتاعتها الاتربة 2.3 لتر، فيها انبوبة تلسكوبية،
عجلة أمامية دوران بالزاوية 360 درجة، مكنسة هوفر دي يا جماعة 10/10. أما دي برضو مكنسة توشيبا 1600 واط. هنشوف سعرها وهنشوف طريقة استخدامها برضو والفينش بتاعها. عندي هنا في الخلف علبة بتتشد بتتفتح بالطريقة دي، بيكون في تحت منها فلتر بتاع ربق صغير، لازم ده يتنظف باستمرار. كمان المكنسة ديت كبيرة 10/10. طبعا التوشيبا غني عن التعريف. هو الفيديو ده فيه افضل 3 ماركات. عندنا كابل سلك طوله 5 متر، سهل الاستخدام. عندنا منضغطة واحدة بيشد اوتوماتيك زي جميع انواع المكانس. عندنا الباور الاوف والاون، ولكن دي متزودة بمفتاح سرعات، اعلي السرعة او اوطي السرعة من المفتاح دوت. سعر المكنسة دي 1570. هنا مكان الخرطوم، كيس الأتربة بتاعها كبير، هنفتح برضو ونشوفه بالشكل ده. ضغطة واحدة بنفتح العلبة اللي فوق. طبعا اكيد كلنا عارفين طريقة التنظيف بتاعت الكيس الغبار ده والفلتر بتاعها الداخلي ده. عندنا هنا في زرار امان لازم ناخد بالنا منه بالشكل ده. ده بيكون 3 لتر، في فلتر من الداخل صغير بيكون على الموتور بالشكل ده، بيتشال يتنظف باستمرار. بيجي وراها فرشة صغيرة مناسبة ان انت تلقط بيها الوسخ في اماكن ضيقة جدا. برضو ال جي نفس الفكرة. طريقة تركيب الكيس بالشكل ده، لازم اضغط عشان اعمل لوك للكيس عشان الباب يقفل. اسف على التصوير يا جماعة. بالشكل ده اهو قفلناها وبنقفل الباب بتاعها بالشكل ده. عندنا المقبض بتاعها اليد بتاعها انسيابي بالشكل ده. اما بقى بالنسبة لوفر 2000 واط، عندنا هنا علامة لو المكنسة شفطت حاجة وسدت بيصهر بدل العلامة الخضراء علامة حمراء. تمنها عامل 2241 او 2240. المكنسة دي يا جماعة المكنسة دي بيكون ليها سرعات عن طريق البكرة اللي بتلف اوف واون شد السلك. تمام. الضمان بتاعها بيكون سنة واحدة. عندي هنا في مكان فلتر بتفتحه بالشكل ده، بيتشال الشبكة دي، بيكون في فلتر بالشكل ده زي فلتر العربية بالظبط، وكبير بيركب فوق الموتور. تمام. عندي يد للمكنسة بيترفع بالشكل ده علشان تكون سهلة الحركة معايا. عندي عجلات سهلة الدوران 360 درجة. كيس الأتربة بتاعتها زي ما اتفقنا 2 لتر فاصل 3. ده بالنسبة لفلتر أو كيس الأتربة بتاعه كويس حجمه، لا هو صغير ولا كبير، على حجم المكنسة شغال. عندي هنا في فلتر من الداخل برضو ده بتاع تربة يتنظف باستمرار. وبكده نكون احنا عملنا ريفيو عن 3 برندات المكانس. عندي هنا في علامة بتدل ان هو لو شفطت حاجة تقيلة بتقفل العلامة دي او تدي صوت وتقفل ونرجع ننظفها بتشتغل تاني. واللي محتاج يسأل على اي حاجة يا جماعة يسيب لي تعليق تحت وانا ارد على كل الناس. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصله كل جديد. ويلا سلام على احلى مشاهدين.